معانا واحده كمان من نجوم مباراه اليوم المحترفه النادي الاهلي ديانا رايس. اوف كورس ديانا، فيرست اوف اول ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل اند ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز ماتش، ا فيري تاف جيم بتوين الاهلي اند الزمالك. سو واتس يور اوبينيون اور بوينت اوف فيو اباوت توديز ماتش اند ذا بيرفورمانس اوف اول الاهلي بلايرز؟ Today in the call, very concentration. And I know the last match no play very good, but the team is very family with me. And me play with the best for the team. طبعا يا كابتن هيثم، يمكن انا سالتها على مباراه اليوم وان المباراه النهارده كانت صعبه يعني سواء على النادي الاهلي او على نادي الزمالك، قالت ان المباراه النهارده كانت محتاجه يعني تركيز قوي جدا مننا من كل لاعبات النادي الاهلي. يمكن هي قالت يعني انه المباراه اللي فاتت امام نادي الزمالك يمكن ما كناش يعني الاداء ما كانش احسن حاجه، النهارده المباراه يعني ركزنا فيها جدا، وكمان ان كل لاعبات النادي الاهلي يعني معاها اللي هم يعني قريبين وداعمين ليها جدا طبعا، فالكل طبعا يعني متعاون جدا وايد واحده في جميع المباريات عشان طبعا يؤدوا اداء جيد امام يعني جميع الفرق طبعا اللي يعني بيواجهوها في جميع البطولات. ديانا، also let me ask you about today's performance and also the preparations for today's match. How did you prepare psychologically and physically? Because it's a very important thing to being prepared psychologically and physically, also because you had a match yesterday with Wadi Degla team. So how did you prepare for today's match? I prepared myself because I lose a kilo now. My performance is very good now. My coach every time taught me you need block close or you need penetrate my hands, and I think so it's very good now. And also psychologically, what Captain Hamdi Safi always talk with you and all the team about what? Every time she told the she attack line, she attack cross, be careful for the team. And every time the game is big, 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 and the team is very easy for them. طبعا كابتن هيثم، انا كنت بتكلم معاها وبسالها طبعا عن كم وير جوينج، يعني طبعا كنت بتكلم معاها النهارده يعني عن طبعا تحضيراتهم سواء يعني نفسيا او بدنيا قبل المباراه اللي النهارده، ويمكن كلمتني عن الناحيه البدنيه من يعني الخاصه بيها انه هي شغاله جدا يعني على الناحيه البدنيه. يمكن طبعا بعد ما المدير الفني اتكلم معاها وقال لها ان هي لازم تهتم شويه بالناحيه البدنيه عشان طبعا ادائها هيكون احسن من كده مع فريق النادي الاهلي، كمان اتكلمت عن الناحيه النفسيه انه دايما كابتن حمدي الصافي بيتكلم معاهم طبعا وبيحفزهم قبل كل مباراه. يمكن طبعا يعني دوره المهم طبعا كمدير فني. Diana, thank you so much for this interview and congratulations for today's match again. And thank you. Thank you. You. I don't speak too much English, so I try. Okay. يمكن طبعا هي مش بتجيد يعني اللغه الانجليزيه قوي يا كابتن هيثم، فهي حاولت طبعا ان هي تطلع معانا النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي وان هي تكون متواجده معانا في اللقاء النهارده بعد مباراه اليوم. بشكرك جدا طبعا يا كابتن هيثم، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا، تفضل. سلا حامد، بشكرك شكرا جزيلا، ومش محتاجه يعني اللغه الانجليزيه، احنا حاسين بكل حاجه وكلامك واصل، يعني حتى لو في بعض يعني الكلمات مش صح ولكن الاحساس بيبان واكيد واضح سعادتها بوجودها في النادي الاهلي.